يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. صاحب صوت عذب رخم يدخل القلب ويريح نفس كل سامعيه. عبد الرحمن صاحب 10 سنوات هو حامل للقب أصغر حافظ للقرآن الكريم في العالم. تأخر نطقه وهو صغير إلى ما يقارب سن 3 سنوات، وأول ما نطق به هو آيات بينات من الذكر الكريم، فكان أول رجل يقف لهذه المعجزة ويكرمه هو فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وواصل بعدها عبد الرحمن حفظه للقرآن الكريم إلى أن ختمه في سن 7. ويسألونك عن الروح. حضر عبد الرحمن الكثير من المسابقات القرآنية، وآخرها مشاركته في جدة بالسعودية في المسابقة الدولية للأطفال الحافظين للقرآن، والتي تنظمها الهيئة العالمية لحفظ القرآن الكريم، وتوج على إثرها بلقبه كأصغر حافظ للقرآن الكريم. عبد الرحمن هذا الطفل المعجزة يؤم في كل رمضان بالمصلين في مساجد عدة، وفي هذه السنة كان النصيب في مسجد بلال بن رباح ببئر توتة. عبد الرحمن أكيد ظاهرة، عبد الرحمن آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولذلك لما سمعنا به في العام الماضي كنا قد عبد الرحمن 3 سنوات، الطفل المعجزة النابغة القرآنية، حباه الله بصوت رنان يرتل القرآن ترتيلا، يحفظ عن ظهر قلب ما تيسر من السور الطوال حبا متراكبا دون قراءة أو تمحيص ولا أخطاء في قواعد التلاوة أو الخلط بين السور القرآنية والآيات. قدرة عجيبة في الحفظ واختزال كلام المصطفى والمولى عز وجل، أخذتنا الدهشة وسكنتنا الحيرة حينما علمنا أن عبد الرحمن يرتل القرآن بهذه البراعة، بالرغم من أنه تأخر عن النطق لمدة 2 سنين، ولما فكت عقدة لسانه نطق بصورة الكهف دون تكلف أو إجهاد في مخارج الحروف. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقاضى يوم تبلى السرائر. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. يلتزم في تلاوته الاستعادة من الشيطان الرجيم واحترام أغلب أحكام المد في التلاوة، ولا يفوت عبد الرحمن الصلاة والسلام على النبي محمد الكريم عند ذكره. أما دعاء ختم القرآن فهو مهضوم بالنسبة إليها غير منقوص. بعض من أسرار هذه الموهبة الربانية أن والدة عبد الرحمن وهو في بطنها توهمت على صورة الكهف، كانت مواظبة على قراءتها يوميا تشعر بالراحة والطمأنينة ما إن تفرغ منها. ولا يستبعد والد عبد الرحمن أن يكون قرة عينيها قد تأثر بسماع القرآن
قبل أن يرى نور الدنيا. الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. السن اللي فيه ما تلقى حافظ يعني مثلا سورة الكاف وسورة مريم ولقمان وتبارك والمعارج وجزء عامة يعني من عما يتسألون حتى الغضب والنس يعني حاجة يعني هذه ربانية. الملاك الحافظ لكتاب الله لم يرتد مدرسة قرآنية ولا مسجدا لا تفارقه المعوذتين ولا ينام قبل أن يقرأ الأذكار. توج عبد الرحمن بلقب فارس القرآن الكريم في الجزائر وببرنوس ذهبي ألبسه إياه مقرئ المسجد الأقصى الشيخ محمد رشاد الشريف. بين نفسه دوما آيات من الذكر الحكيم، وفي قلبه حب للرسول الكريم، وفي وجدانه إيمان عميق بالعلي العليم. سبحان من خلق فأبدع الخلق. حفظ الله عبد الرحمن ورعاه. أشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وظلا بوالدتي ولا عني جبار تقيا والسلام علي. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فسلام عليكم جميعًا ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر قناة الشروق وهذه الحصة مسابقة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم على هذه الاستضافة وعلى هذه الدعوة الكريمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. ثانيا، وددت أن أقدم كلمة مختصرة لأفيد بها الصغار ولمن هم في سني عن القرآن الكريم. القرآن الكريم هو خير كلام أنزل على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، محفوظ من التحريف والتدليس لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أنه آخر الكتب السماوية وجامعها. وفضل قراءة القرآن الكريم عظيم جداً، فأهل القرآن
هم أهل الله وخاصته. وهذا يكفيني ويكفيكم أيها المتسابقون عزا وشرفا. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ثانيا، القرآن الكريم سيأتي يوم القيامة ليشفع لنا. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالثا، عند قراءتنا للقرآن الكريم ثواب الحرف الواحد في القرآن الكريم به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. آمين. جمعت بين حسن التلاوة وحسن حفظ القرآن الكريم وهذه البلاغة، وطبعا صرت منافسا كبيرا للدكتور كمال قدة. لا، أنا ما زلت صغيرا وبسيطا، لكن صرت تنافسا في البلاغة. لا، وفي هذا لن يحدث مطلقا. أنا ما زلت في الطريق. ما شاء الله. هو دكتور ما شاء الله، ما شاء الله. وأنا ما زلت أحفظ القرآن الكريم وأسعى إلى أن أحفظ الأحاديث والمتون، فما زالت الطريق طويلة كي أنافس دكتوري وأستاذي ومعلمي وشيخ الشيخ كمال قدة والأستاذ إبراهيم. ما شاء الله، عجزتنا عن الله. ربي يبارك فيك.